أنا مع ضد إغلاق المساجد. ليش؟ يأخذوا الاحتياطات ويعملوا تباعد زي الفترة الماضات، ويعني وضوء وطهارة. ليش يسكروا المساجد؟ أنا برأيي ما إلها داعي تسكر المساجد. والله مش مقتنع. ليش؟ لأنه المساجد أكتر إشي يعني هم عندهم التباعد وعندهم ماخدين كل يعني أسباب الوقاية. المساجد أكتر إشي ماخده هي الأسباب، عرفت، الوقاية من الكورونا. والمساجد عبادة يعني كلها 10 دقائق، فيش 10 دقائق أصلاً، يعني بفوت بتصلي وبتطلع، يعني ما في لا تجمعات فيها ولا شيء. في مناطق تانية فيها تجمعات أكتر من المساجد. كل من اتخذ هذا القرار حرام عليه وسيؤثم، سيؤثم من المصلين الذين كانوا يعتادوا أن يذهبوا إلى المساجد كل صلاة. هذا شيء خاطئ، يعني ما تغير شيء مثلا الإصابات والهذا كل ما زادت حتى. بصراحة لأنه كل المساجد ليش مسكرة؟ يعني لأنه لازم يبقى المساجد فتحات عشان الكل يبقى يصلي فيهن مصلين، لأنه حرام، لأنه هيك كلنا بنبعد عن الإسلام، بنبعد عن الدين. لأن الحياة كلها ماشية، موقفت على المساجد، واللي بفوت يصلي عم بأخذ كمامته بأخذ صلايته وعم بصلي وبطلع، يعني ما في داعي لتسكير المساجد. والناس عم بتدور بالشوارع وعلى المولات وعلى المنتزه عمان قومه وعلى الشوارع كلها تقارب.